يتزامن شهر رمضان المبارك هذا العام مع ظروف الحجر الصحي الذي فرضته مخاطر جائحة كورونا، واعتبارا للإجراءات المصاحبة لهذه الفترة الحساسة من مواجهة فيروس كورونا تبقى المساجد مغلقة تلافيا لانتشار العدوى. في ظل هذا الوضع يتساءل العديد من الأفراد عن الطرق المثلى التي يمكن بها أن يغتنموا فضائل هذا الشهر المبارك داخل بيوتهم، وعما ينبغي للمسلم أن يستنبطه من تغير الأحوال وما يرافقها من تغير في الطقوس الروحية. للمزيد ينضم إلينا الدكتور أحمد البوكيلي، أستاذ متخصص في الفكر الإسلامي وحوار الحضارات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. دكتور البوكيلي أهلا بكم. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا. ألف مرحبا فضيلة الأستاذ. إنها المرة الأولى التي يتزامن فيها شهر رمضان بطقوسه الدينية المعروفة عند الناس مع انتشار الجائحة في زماننا ولزوم البيوت. من الأسئلة التي برزت في هذه الفترة هي عن كيفية لنقول تجربة رمضان وإحياء شعائره من دون الذهاب إلى المسجد ومخالطة الجماعة. دائما رمضان كان مرتبط بالمسجد. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أولا على الاستضافة. ألف مرحبا. هو من طبيعة هذا الدين أنه مبني على التيسير، وكما هو في علمكم وعلم المشاهدين الأعزاء، يعني أننا الآن نعيش حالة استثنائية، حالة مرتبطة بالحجر الصحي، وبالتالي فالقضية اليوم ليست قضية اختيارية أن نفكر في أساليب الصلاة الجماعية أو أن نذهب إلى المساجد أو أن نصلي مع الجيران، بل بالعكس اليوم نحن نعيش مرحلة استثنائية مرتبطة بالحجر الصحي، ولذلك من عظمة هذا الدين أنه مبني على رفع الحرج. هذا الدين مبني على احترام كينونة هذا الإنسان. الإنسان كائن غالي في المنظور الديني، وبالتالي يجب أن نحترم القرارات الرسمية، أن نحترم التوجيهات الطبية، وفوق هذا أن نحترم هذه الفتوى الشرعية التي هي جزء لا يتجزأ من تنظيم عملية مواجهة هذا الفيروس. ولذلك الحمد لله كما هو في علمكم، يعني هذا الدين استمر لقرون وقرون لأنه مرتبط بالعقيدة الربانية التي جاءت بفلسفة التيسير. وأنا أدعوكم لنتمتع بهذا الرؤية الجمالية. الجميل في هذا الدين أن الذي لا يمتلك قسطا ماليا يسمح له بالحج، الله تعالى يتجاوز عنه في الحج، لأن الحج مرتبط لمن استطاع إليه سبيلا. الذي لا يمتلك الميزانية المالية لإمكانية الزكاة، الله تعالى يتجاوز عنه. حتى المريض الذي يجيز له الطبيب الإفطار، الله تعالى يتجاوز عليه. وبالتالي ماذا يبقى من أصول هذا الدين؟ تبقى المحبة الإلهية وحتى الصلاة. إذا كان الإنسان مريضا فهو يصلي جالسا، إذا لم يتمكن يصلي يعني بحركته. الأصل في هذا الدين هو التيسير، ولذلك يجب أن نتعامل مع الدين بهذه الفلسفة الروحية التي مفادها أن الجوهر ديال الدين هو القلب، هو القلب وليست الطقوس وليست الأشكال. صحيح المغاربة شعب مؤمن مرتبط بالمساجد، ولكن الآن رحنا في ظرفية تفرض علينا أن نؤمن بالإرادة الإلهية. إحنا الآن ضمن واحد القضاء واحد القدر اللي كيفرض علينا أننا نجلسوا في بيوتنا، لأن الجلوس ديالنا في بيوتنا هو عبادة نتقرب به إلى الله. وإلا الإنسان لا قدر الله إلى صلى مع الجيران أو حاول يجمع الناس ويصلي، غير تسبب في مأساة، غير تسبب في كارثة اللي ممكن ينقل هذا العدوى لوليداته ولعائلته، وغير يصبح ضد مقاصد هذا الدين. طيب دكتور أحمد البوكيلي، نعم. هل نحتاج اليوم إلى إعادة النظر في فهمنا لممارسة التدين وفق أصوله الصافية؟ ذكرتم ما يتعلق بسعة الشرع، سعة الشرع ورحمته ورفع الله تعالى الحرج عن عباده. صحيح أستاذي الكريم، الفلسفة المقاصدية الناظمة لجوهرة الدين هو رفع الحرج. الله كيقول لنا وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن أي حاجة فيها الحرج، هل هناك من حرج اليوم أكبر من أن يعرض الإنسان نفسه للخطر للإصابة بهذا الفيروس؟ هذا يعني هذا الدين مبني على التيسير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا يسروا ولا تعسروا. هذا الدين اليوم نحتاج إلى إعادة قراءته
القراءة الجمالية، القراءة التي تتعامل مع الدين ليس من الزاوية الطقوسية. احنا مشكلتنا أغرقنا الدين في الثقافة الاجتماعية وحولناه إلى حالة طقوسية، بحيث أن رمضان مرتبط عندنا بواحد مجموعة من الطقوس. اليوم عندنا حالة ظرفية صعبة، وبائية صعبة جدا، خصنا الآن نعيش التدين بالمنظور المقاصدي، بالمنظور الإنساني، بالمنظور الأخلاقي، بالمنظور الروحي. وهذه العظمة ديال الدين. لو كان هذا الدين دين طقوسي لانقرض قرون وقرون. هذه العظمة ديال الدين في البساطة دياله، العظمة ديال الإسلام في الجمال دياله، هو في الاعتقاد ديالنا أن الإنسان كيمكن له يصلي في أي موقع كان، لأن هذا الكون كله محراب لله عز وجل، وبالتالي محتاجين نتدينوا كما كيقولوا السادة العلماء، نتدينوا بالجمال، بهذا الإحساس الروحي أننا بين يدي الله تعالى. هذا هو الجوهر ديال العقيدة، وهو معكم أينما كنتم. وبالتالي خصنا نتجاوزوا واحد مجموعة من الأفكار اللي تعيق إمكانية تجديد فقه الدين وإمكانية التعامل مع الدين تعاملا مقاصديا. دكتور أحمد البوكيري، وأنتم تتحدثون عن هذه النقطة، أريد فقط أن أستفسركم، هل في ثقافتنا الدينية لا ننتبه كثيرا إلى جانب المرونة في الدين، إلى جانب المقاصد الذي أشرتم إليه، إلى جانب ترتيب الكليات التي أتى من أجلها الدين ليحفظها؟ أستاذي الكريم، هذا السؤال جميل جدا ويحتاج إلى وقت طويل، لأنه مرتبط بما يسمى بالفلسفة المقاصدية الناظمة لجوهر التشريع. أنتم تعلمون والمشاهدين كذلك على أن جزء من التخلف الحضاري في الأمة هو ضعف الرؤية المقاصدية. يعني أصبحنا كنتعاملوا مع الدين تعامل طقوسي أرثوذكسي، بحيث أننا لا نتمتع بالمردودية الروحية للدين، لا نتعامل مع الدين تعاملا يليق بعظمة هذا الدين. وكما قلنا الله تعالى ميسر علينا الدين. تصور معي أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم في مينا في أيام الحج، كلما سأله صحابي يقول له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. الدين، الجوهر ديال الدين هو التيسير. احنا مشكلتنا في الثقافة ديالنا عسرنا الدين وعقدنا الدين، وصبح التدين، الدين مرتبط بواحد التدين طقوسي، بواحد التدين اللي غارق في واحد الثقافة اللي كتكبل الإنسان. وأنا أدعوكم الآن مثلا، شوف الصورة ديال علاقتنا برمضان، شوف صورتنا في علاقتنا برمضان كيفاش حولنا هذا الشهر للاستهلاك، في حين أن الأصل في رمضان شنو هو؟ هو أن يتخفف الإنسان من ذاته، هو أن يرتقي في المقامات بالمحبة الروحية باش يمكن له يعيش بهذه الطاقة الرمضانية، وهي طاقة روحية، هي طاقة اعتقادية. معناها أن الإنسان صائم. ما معنى أن الإنسان صائم؟ معنى أن الإنسان أرجع جسده لله لكي يتطهر روحانيا. مناش غير يتطهر، يتطهر من الكوليسترول، ويتطهر من الأمراض النفسية، ومن الاكتئاب، ومن الضيق النفسي، ومن كافة المشاكل النفسية، ومن الستريس، ومن كل المشاكل النفسية، ليحلق في سماء القرب من الله عز وجل. فتصور معي الآن العظمة در رمضان، كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، بمعنى نرى المعجزة الإلهية في رمضان هي معجزة طبية، معجزة طبية تقوم على أن الإنسان خصه عمليا يتخفف من ثقل العالم الاستهلاكي والعالم الشهواني، خصو يرتاح، خصو يعيش واحد اللحظة في السنة كيعمل فيها نوع من الراحة البيولوجية لهذا الجسد، باش يتخفف من الخلايا السرطانية، ومن التوتر العصبي، ومن كل الأمراض النفسية اللي كتدمر الجسد دياله. في حين الآن عندنا رمضان ولا مرتبط بالأكل، ولا مرتبط بواحد الحالة استهلاكية لا علاقة لها بحقيقة رمضان. علاش؟ لأننا نحن كنتدينوا بالظواهر السوسيولوجية، كنتدينوا بالطقوس. ولذلك اليوم حنا الآن في رمضان خصنا نعاودوا نبرمجوا نفوسنا برمجة إيجابية، مفادها أننا اليوم كما شرحوا السادة الدكاترة رحنا في حالة ديال الحجر الصحي. خصنا الآن نحاولوا نرتاحوا نفسيا، ونحاولوا هذه الطاقة الإيمانية ديال الصيام كيفاش تدفع الإنسان أنه يشتغل على ذاته باش يوصل لواحد المقام ديال الراحة النفسية والراحة البيولوجية والراحة الدماغية والراحة العصبية باش يرتاح. ولذلك الأستاذ الكريم كيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم للصائم أنه الإنسان إذا
إذا سبه أو كذا وكذا شنو خصو يقول الصائم؟ اللهم إني صائم. محتاجين الآن هذا هو الشعار ديال الحجر الصحي. خصنا ما نفعلوش وما نخضعوش للضغوطات النفسية وما نديوش العنف الأسري. خصنا ما معنى اللهم إني صائم؟ معنى أنني أنا ما بقيتش ديال ذاتي، أنا خرجت من الكينونة البيولوجية، أنا أصبحت الآن أنتمي لعالم الملائكة، أنا أنتمي لكائنات أخرى هي الكائنات النورانية اللي كتمتلك القدرة أنها ماشي ما تعملش الحرام، لا ما تعملش الأمور اللي هي حلال، ما تشرب شاي طوال النهار. ولذلك هذا الإنسان وهذا المجتمع اللي قادر يصوم طوال اليوم، معنى أن هذا الصيام راه دورة تكوينية لبناء الإرادة الروحية، لبناء المجتمع اللي كيمتلك القدرة على التطهر، القدرة على صناعة الإنسان. وبالتالي الآن خصنا كما تفضلتوا نعود النظر في النماذج المعرفية الغارقة في الثقافة الشعبية اللي حولنا رمضان كله للاستهلاك، بحيث كاين الإنسان كيفطر على ديك المائدة ما شاء الله اللي كتدفع الإنسان يعيش قمة الحالة الشهوانية، كيبدأ ياكل وكيشرب في الحريرة وكيصل لواحد المقام كيخرج على الوعي الوجودي بذاته كإنسان. صحيح دكتور. مرحبا. ما الذي ينبغي علينا نأخذه كدرس وكعبرة من تبدل الأحوال، من تبدل الأحوال وما يترتب عليها أيضا من تغير في هذه الطقوس الروحية إلى غير ذلك ونحن في زمن الجائحة؟ أنا أعجبت بكلمة للفيلسوف الكبير تشومسكي، وهو من كبار الفلاسفة اليهود، من كبار الفلاسفة يعني اللي كيمثلوا المدرسة النقدية الرائعة الإنسانية، كيقول يعني في مضمون خطابه كيقول لك هذه الجائحة من المفروض أنها تدفع الإنسانية لمراجعة حقيقة هذا الإنسان. وبالفعل في المنظور القرآني وفي المنظور الفلاسفة كذلك، فيلسوف سيدي طه عبد الرحمن وباقي الفلاسفة، الأصل في هذه الرسالة ديال هذه الجائحة أنها ليست غضب إلهي، هذه رسالة محبة من الله لنا لنراجع الدوات ديالنا. سنوات وحنا غارقين في عالم الدنيا، فحقيقة يعني هذه الرسالة ديال هذا الفيروس أننا محتاجين نرجعوا لكينونة الإنسان، ولا يمكننا أن نكتشف هذا الإنسان إلا إذا رجعنا للأصل النوراني ذات الإنسان، وهي أن هذا الإنسان ليس عالما تشيئيا، هذا الإنسان ماشي كائن استهلاكي كما يحدد أو حيوان ناطق، لا، نحن كائنات نورانية من المفروض أننا نتمتع بالوجود ديالنا. فتصور معي الآن إدغار موران عنده تساؤل جميل، كيقول لك الإنسانية اليوم صنعت من الأسلحة النووية ما بإمكانها أن تدمر هذا الكون، فجاء هذا الفيروس الذي لا يرى، جاء ليعلمنا درس التواضع، جاء ليعلمنا الرجوع للروحانيات. والحمد لله في بلادنا أمير المؤمنين حفظه الله، نطلب الله تعالى يدخل عليه رمضان بالصحة وبالسلامة وعلى بلادنا وعلى الإنسانية جمعاء، يعني المغاربة شعب مؤمن، شعب محافظ، شعب روحي، بحيث أن أعظم درس في كورونا أن الدين خصو الدين نخليه دائما في الجمال ديال الطهرانية دياله، ما نلوتوش الدين في الخطابات ديال العنف وفي الخطابات ديال الإرهاب وفي الخطابات ديال الصراعات السياسية. طيب. الدين جميل، الدين هو نداء الله للإنسانية جمعاء. طيب. محتاجين نذوقوا الجمال الدين بهذا العمق الإنساني، كيفاش نتعلموا في الدين نحبوا الإنسان، كيفاش الدين الآن في رمضان يكون درس التضامن بين المغاربة والعطاء، وحنا كنشوفوا الآن كورونا كيفاش دفعت المغاربة ما شاء الله للتضامن والمحبة، وكيفاش أصبحنا كلنا عائلة واحدة. أعتقد أن هذا من أعظم الدروس ديال كورونا. إذا كان الأمر كذلك دكتور أحمد البوكيلي، هل تفرض هذه الجائحة من منظور إنساني شامل، هل تفرض علينا تغييرا في المنظور، في منظورنا للأشياء ولرسالة الإنسان، لرسالة الإنسان ودوره على هذه الأرض؟ صحيح. سبحان الله العظيم، كان جلالة الملك حفظه الله كان قبل هذه الأزمة هذه دعا للتفكير في النموذج التنموي، فجاءت هذه كورونا لتفتح لتدفع الإنسان للتفكير بالمنطق الإنساني. اليوم الإنسانية كلها مدعوة لإعادة النظر في اختياراتها الرأسمالية، في اختياراتها المادية، لنعلي من صوت الحكمة داخل الأديان وداخل الحضارات. اليوم محتاجين اليوم أن نبحث
يعني عن الأرضية الأخلاقية التي تجمعنا جميعا باختلاف عقائدنا وباختلاف أدياننا وباختلاف ثقافتنا. نحتاج اليوم في زمن هذا الوباء أن نعود لثقافة السلام، لثقافة المحبة، أن نعود للأصل النوراني للإنسان، وهو أصل الفطرة، وهو أصل الجمال الإلهي. الله تعالى خلقنا ودعانا بقوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نحتاج الآن في ظل هذه الأزمة أن نحرك في عمق كينونتنا ثقافة السلام، ثقافة المحبة. محتاج أن الزمن ما بعد كورونا أن يكون زمنا للتعايش وللتسامح. محتاج أن بعد كورونا أن ننهي ثقافة الصدام وثقافة الصراع وثقافة العنف وثقافة الإرهاب. نحتاج اليوم الإنسانية تحتاج إلى السلام، تحتاج إلى الإيمان، نحتاج إلى أن نفتح قلوبنا لله عز وجل لنكتشف هذا الجمال الإلهي، لنكتشف النور الإلهي، لنكتشف جمال هذا الإنسان. شكرا لكم، نأمل ذلك بشدة في الواقع. دكتور أحمد البكيري، الأستاذ المتخصص في الفكر الإسلامي وحوار الحضارات بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.